السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الموعد، نلتقيكم على الهواء مباشرة اليوم عبر فضائية الشروق. في الموعد دوما بنكون معكم في الموعد عبر الموضوعات المختلفة، اجتماعية، فنية، ثقافية، رياضية، وأيضا سياسية، لأن كلها مرتبطة ببعضها البعض. اليوم حنتجه للجوانب السياسية اللي عندها انعكاس مباشر على المواطن وحياة المواطن. في الموعد اليوم نطلق عليه عنوان أفراح السلام، وهي أفراح للشعب كله. بنبارك للشعب السوداني توقيع اتفاقية السلام اللي كان بالأمس، وتابعوا كل السودانيين داخل السودان وخارج السودان، وحتى كان في تسليط للضوء كبير جدا من الجهات الخارجية وكثير من الدول المختلفة. ده كان الاتفاق ده بعد صراع طويل دام لسنوات طويلة، ومن بعدها كان الاتفاق نقدر نقول عليه هو اتفاق سلام، اتفاق تنمية، اتفاق للاستقرار وللرخاء، وإن شاء الله لنهضة البلاد. كان بالأمس توقيع الاتفاقية في جوبا، ومراسم توقيع السلام ما بين الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية اللي ضمت عدد من حركات المسلحة وقوى سياسية، بعد 10 أشهر ويمكن أكثر من المفاوضات بين الجانبين. سعيدة جدا في المساحة دي يكون معي الأستاذ الصحفي والمحلل والناقد السياسي ورئيس تحرير صحيفة المواكب الأستاذ يوسف سراج الدين. مرحبا بك كثير، مساء الخير. مرحبا بك أستاذ رشا، ومرحبا بالمشاهدين قناة الشروق. أهلا بك كثير. نقدر نقول صفحة انطوت وصفحة جديدة إن شاء الله بيضاء بدت في عهد كل السودانيين. في النظام البائد، النظام البشير، كان في كثير من الصراعات القبلية وصراعات ما بين كثير من الطوائف المختلفة. نقدر نقول إنه بدينا صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية والسلام عبر هذه الاتفاقية. نستطيع أن نقول إحنا بدينا نخطو الخطوة على السكة السليمة والسكة المنتظرة، باعتبار أنه قضية السلام هي ظلت حلم يراود السودانيين في الآونة الأخيرة، ولعله ثورة ديسمبر المجيدة يعني هي من ضمن الشعارات الأساسية كان السلام، وتمثل في حرية، سلام وعدالة. ده بيعكس مدى الوعي الثوري والشبابي والناس دي في ظل إنها خرجت على النظام أورد البلاد موارد بعيدة جدا من التردي الاقتصادي وغيره، لكن مع ده الجماهير البسيطة كانت مستلهمة مسألة السلام، يعني كونه تجد في شعارات حتى شعارات الثورة يعني بأدبيات كثيرة جدا يعني تناولت السلام أو تطرقت له. يا مش كل البلد دارفور، في كثير هنا يا عنصري ومغرور، فدي يعني كان ادت يمكن الثوره السودانيه حتى الشعار المشهور يعني نمبر 1 اللي هو حريه سلام وعداله. نعم السلام المطلب الاساسي الاول، هو الشعار الاساسي للثوره، تضمن مساله السلام. أضيف لها شوفي يعني كانت المسألة بتاعت التنوع اللي شهدته كل المرحلة يعني لحكمة، وأعتقد أنه دي عظمة الثورة ديسمبر، إنها هي كانت مزيج لكل السودانيين، يعني ثورة لا يدعي أي شخص أنه هو وراها أو هو من أطلقه، بل كانت لبت أشواق جميع السودانيين في لحظة واحدة. يمكن هي لحظة نادرة جدا ومفصلية من تاريخ السودان إنه تلاقت فيها يمكن عواطف الناس ومشاعرهم تجاه الوطن وكذا. شفنا خروج الناس بالآلاف في كل مدن ورياف السودان المختلفة، كلام لم يكن غاصر على الخرطوم فقط. فبالتالي قضية السلام هي قضية مطلب افتكر إنه شعبي ومجتمعي وسياسي مهم، فكان لازم على الحكومة عفوا إنها تمضي في تحقيق السلام. ولعله الحركات اللي ظلت حركات النضال المسلح ظلت ترفع السلاح، معظمها هي لجأت لهذه الوسائل العسكرية إبان حقبة النظام البائد خلال 30 عام المضت، يعني باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان إبان يعني كان على رأس القائد جون غارن قبل انفصال السودان، هي الحركة يمكن اللي بدت في الثمانينات أو مطلع الثمانينات. يعني هل عددها كبير زي ما أنا شفته في السوشيال ميديا، ولا أقل من 85 أو أكثر الحركات مسلحة؟ الحركات الآن وضع مختلف، يعني حصل تشظي في كثير من حركات الانقسامات في نعم كبيرة جدا، يعني مجمل الحركات اللي كان متعارضة لممارسة النضال المسلح إبان النظام الإنغاز البائد يمكن هي كانت عشرات
حتى لا تحصى يعني الحركات، لكنها تناسلت من حركات رئيسية معروفة. يعني يمكن بداية اشتعال الأزمة في دارفور في 2003 يمكن دي كان مثلت حركتين رئيسيتين، يعني حركة تحرير السودان اللي هي كانت بقيادة عبد الواحد محمد نور، ولا يزال كان من ضمن هذه الحركة مني أركم النووي، الآن هو يقود فصيل منفصل وهو مهر أو قمض على هذا الاتفاق. أيضا كان هنالك حركة العدل والمساواة بقيادة الراحل خليل إبراهيم وهي موجودة الآن، ومهرة السلام يمكن اللي وقع عليه دكتور جبريل إبراهيم. يمكن دي الحركات الرئيسية، لكن تناسلت عنها حركات أيضا في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، دي ظلت هي امتداد للحركة الشعبية الأم بقيادة الدكتور جون غرينغ. بعد انفصال الجنوب وجدت الحركة في شقها الشمالي، عشان كده سميت بالحركة الشعبية قطاع الشمال اللي هي في النيل الأزرق، يمكن على رأسها هي كانت حركة موحدة قبل أن تنشطر إلى حركتين. الآن الفصيل اللي وقع وموجود وأكمل كل حتى الاتفاق على الترتيبات الأمنية هو فصيل الحركة الشعبية تحرير السودان بقيادة مالك عقار، اللي يضم في صفوفه أو الأمين العام بتاعه هو القيادي البارز ياسر عرمان، فيما استعصمت الحركة الشعبية تحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. حتى الآن في ممانعات، لكنها جزء من المنبر بتاع التفاوض في جوبا، يعني انطلقت المفاوضات في جوبا بحضور عبد العزيز الحلو، لكن مع مجريات التفاوض هنالك نقاط عثرت فيها المفاوضات، لكن اكتملت المفاوضات في 5 مسارات. ويمكن دي المفارقة أو الملمح الرئيسي المختلف للمفاوضات المرة دي في جوبا، إنه كانت مسارات، يعني مسار شمال السودان حركة كوش، مسار الوسط ظهر فيه، مسار دارفور والمنطقتين، وشرق السودان. 5 مسارات هي اللي جلست على طاولة المفاوضات في جوبا. أنا أفتكر إنه المسارات الخمسة الآن تم التوقيع باستثناء فصيل عبد العزيز الحلو اللي في مساعي او مساعي حسيسه إن جدا شاء الله الان ينضموا لاكمال لبقية التفاوض. نعم معه. إن شاء الله يتم التفاوض معهم والتوقيع أيضا لاتفاقية سلام. وفي الأخير إذا كانت الحركات مختلفة أو غيره عندهم هدف اللي هو تنمية السودان، أو حتى لو كان تركيز على منطقة معينة، في الأخير الهدف هو تنمية البلدية. ما بيجي التنمية بتجي والاستقرار ما بيجي إلا عن طريق السلام، ودي إن شاء الله الناس كلها تستوعبه للأمام، سواء كان كل العاملين في الحقل السياسي أو حتى المواطنين. المفاوضات أخذت عدد من الشهور عشان نصل لما وصلنا له الأمس. شنو كانت العراقيل، وهل كان في جهات خارجية داعمة للتفاوضين؟ نعم، نفتكر إنه ده كلام مهم والناس تركز معه، إنه المفاوضات استغرقت 10 أشهر. 10 أشهر تماما هي تكاد تماثل عمر الثورة السودانية. يعني إذا كان تم التغيير بشكله الواضح في أبريل، نحن ما مضينا شوية حتى دخلنا في جولة المفاوضات. ويمكن برضو من الملامح المهمة فيها إنه تبنت دولة جنوب السودان اللي هي وثيقة الارتباط أو حتى الوساطة الجنوبية هي لأشخاص حتى معروفين ناهيك عن السياسيين، معروفين حتى بالنسبة لنا في الإعلام، يعني قيادة تود قلواك، ويمكن يعني أسماء معروفة جدا في جنوب السودان. حتى رئيس دولة جنوب السودان كان حريص جدا، والمسألة دي قابلة شيء آخر، إنه لعب السودان أيضا دور في سلام جنوب السودان من هناك. يعني حتى رياك مشار الآن رجع واستلم، عاد لموقعه كنائب لسلفاكر أو نائب أول لسلفاكر، هو كان يوما ما في الخرطوم، وتمت جهود من قبل الحكومة الانتقالية ودعمت وتوفقت في انه تحرز، فكان العمليه اشبه برد الجميل او تبادل السلام في المنطقه. وانا اعتقد انه اي السلام في الجنوب يهم السودانيين جدا، صحيح. كما يهم السلام في شمال السودان او في السودان يهم الجنوبيين بشكل كبير جدا. هنالك لسه ملفات كثيره في تداخلات، في ثقافه مشتركه اشبه تقدر تقول شعبي في بلدين. يعني فانا افتكر انه دوله جنوب السودان وفقت في اداره الملف، خصوصا الحركات اللي منحدره من النيل الازرق وجنوب كردفان اللي هي كانت جزء اساسي. يعني الغايد عبد العزيز الحلو كان غايد في الحركه الشعبيه، يعني تحت امره كرن كان يوما ما. الان يعني يمكن يكون الدوله الوحيده اللي تستطيع انها يعني
تقود الفصائل دي لخط السلام هي دولة جنوب السودان ما في غيرها. لذلك انا افتكر انه كان في توفيق في المنبر ذاته، منبر جوبا تحديدا. اضف لكده انه الثوره السودانيه ذات نفسها يعني تكاد تكون خطت الجميع على المحك، على طاوله مكشوفه. ما انت 30 سنه او فلنقل 20 عام او في هذه الحدود رفعت السلاح وناضلت، لكن من اسقطوا النظام البائد وذهبوا به الى مزبل او الغوا في مزبله التاريخ هم الشباب العزل، هم الشباب الثوار الكنداكات، الشعب السوداني. انا افتكر ان الشعب السوداني بثورته الكبيره وضع الحركات والمنظومات السياسيه كلها على المحك. فما انت كنت رافع سلاح ضد نظام، لان النظام غير موجود. صحيح. الشعارات اللي بتتكلم عنها التهميش وغيره مغرين نحن، انه كثير من المناطق وخصوصا اطراف السودان تحتاج الاساسيات الحياه الاولويات بالضبط، سواء كان في دارفور سواء كان في شرق السودان، اقصى شمال السودان متاثر الان حتى، لكن جعهتي جديد ويعني وطن جديد جميل يعني. نعم. لازم الناس كلها تضع فيها السلاح وتشوف هي محتاجه لشنو، يكون في مطالبه بشكل مختلف، لانه زمان لما رفعوا السلاح ما كان في اي فايده يعني، كانت حروبات وفي الاخير ضاعوا فيها ابنائنا كما ذكرت استاذ يوسف. انا حتواصل معك عن هذا الموضوع وحتواصل ايضا مع مشاهدينا في كل مكان، موضوع مهم بنقدمه للمشاهد الكريم. يمكن ما بنتطرق للموضوعات السياسيه عموما في برنامج في الموعد، ولكن شفنا انه ده حدث مهم جدا، لازم حتى المواطن البسيط اللي بتابعنا ياخذ حتى لو اقل المعلومات ويعرف المرحله الجديده اللي احنا داخلين عليها ومقبلين عليها ما بعد السلام. بهديكم اللحن القادم وحرجع ان شاء الله اتواصل معاكم. لأنه حنواصل الجد والنضال بالعلم.
مشاهدينا في كل مكان، متواصل معكم في موعد اليوم وتوقيع الاتفاقية وتوقيع السلام وأفراحية للسلام وأفراح لكل الشعب السوداني إن شاء الله بخير قادم. هو ما احتفاء زايد عن حده، ولكن هو احتفاء بفكرة السلام نفسه، ودي كانت المطالبات الثورية من بداية الثورة ونجاحها. في سلام يبقى بإذن الله هو الطريق السليم نحو الاستقرار، نحو التنمية، نحو الرخاء، وكثير من الأشياء اللي بيطلبها وبيطلبها المواطن الكريم. برحب بك مرة تانية أستاذ يوسف. كان سألتك قبل ما نطلع للأغنية عن شقين من سؤال، يعني إنه المفاوضات والتعثرات ممكن حصلت والجهات دعمت الاتفاقية، كان في عدد من الجهات عندها دور واضح خارج السودان، فكلمنا عنهم أو عن الدول دي. نعم، قلت أكيد زي ما أسلفت أنا قلت إنه الحاضنة الأساسية للاتفاق هي دولة الجنوب، ممكن ده كان يعني مهم حتى قبل الدخول في مفاوضات المباشرة في جوبا. يمكن سبقتها كانت اجتماعات تسهيلية كده جرت في أديس أبابا بين قيادات من الحرية والتغيير ونفس هؤلاء الغادة من حركة الجبهة الثورية. يمكن شفنا كم اجتماع جرى في أديس واجتماعات جرت برضو في القاهرة، كان كلها تمهيد لمسألة التوافق. أيضا هنالك دول على صعيد المحيط الإقليمي والعربي تحديدا، يمكن في دور كبير للإمارات السعودية، في حتى الآن المملكة العربية السعودية طارحة مؤتمر لأصدقاء السودان دعم لعملية السلام دي، اللي هو بعد إبرام هذا الاتفاق يفترض أن تتجه الأنظار لمؤتمر ينعقد بالعاصمة السعودية. يعني ده في ظل دعم عملية السلام. أنا أفتكر إنه عملية السلام في السودان هي مرحلة منتظرة، أيضا البعثة الأممية اللي منتظر وصوله للسودان تحت البند السادس دي وثيقة الصلة بملف العملية السلمية، يعني يمكن دي مركز عليها كثير جدا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ويمكن قاعد يبشر كثير في خطاباته بمسألة البعثة الأممية، لأنه يتحول البند السابع هي تدعمك المنظمة الدولية بالقوة العسكرية زي يونامي التأمين، لكن في البند السادس أنت تدير أمورك وهي تدعم المشروعات اللي بتكفل بأنه ما تتكرر السيناريوهات بتاعت الحروب دي في مناطق من السودان. يعني بوصول الحركات وبوصول البعثة نتوقع أنه المناطق اللي تأثرت سواء كان في المنطقتين النيل الأزرق جنوب كردفان، سواء كان في دارفور شرق السودان أقصى شمال السودان، أنه نشهد إنفاذ مشروعات عبر المنظمة الدولية. نفتكر أنه ده إذا حصل بيحقق حاجة كبيرة جدا، وأمن واستقرار في هذه المناطق، ويكفي الباب هذه الحروب إلى الأبد، باعتبار أنه حيكون المنظمة أو الأمم المتحدة شاهد رئيسي على من يخرق الاتفاقيات، من يسعى إلى نزيف الدم. نعم. لكن أفتكر أنه الخطوات التي تمضي الآن هي خطوات لمستقبل. نعم. مشرق. ده محور إن شاء الله حاجيك لو نتكلم عن ما بعد اتفاقية السلام والانعكاس المباشر على الوضع السياسي الاقتصادي والراهن أيضا للمواطن البسيط حتى بتابعنا ماذا وراء توقيع الاتفاقية وتوقيع السلام. باستاذنك مشاهدي الكرام حنطلع فاصل قصير، انتظرونا من بعد راجعين إن شاء الله.
أهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان، أتواصل معكم اليوم في الموعد وأفراح للسلام. اليوم نحن بمناسبة توقيع السلام اللي كان بالأمس، وشهدوا كل السودان وحتى الدول الخارجية المتابعة لكل الأحداث. كان حدث مهم جدا، وبداية إن شاء الله عهد جديد ومستقبل إن شاء الله مشرق لكل السودان. برحب بك مرة ثانية أستاذ يوسف. وحديث عن الدول ممكن تكون هي دائمة حركات، بعضها كان هو موجود في التوقيع والآخر كان بعيد، هل الحركات البعيدة ممكن هي تشكل أي عائق أو مشكلة في مسار السلام في الفترة المقبلة؟ نعم، أنا أعتقد أنه سؤال مهم جدا. يمكن من برجوبة تحديدا باستثناء حركة عبد العزيز الحلو، كل الفصائل اللي كان وصلت وجلست وناقشت، حتى مجموعه عبد العزيز الحلو ايضا مضت في اشواط من الاتفاق، ولكن اصطدمت ببعض النقاط ممكن الاشاره لها هنا. لكن كان هنالك فصيل غايب بشكل تام عن المنبر، هو فصيل حركه تحرير السودان بقياده عبد الواحد نور، ويمكن ده ما شارك من بدايه المفاوضات. لكن فصيل الحركة الشعبية بقيادة الحلو مضى أشواط، وهنالك اصطدام كان في إحدى النقاط تتصل بعلمانية الدولة، ويمكن دي عدها الكثيرين إنها من صميم الملفات القومية التي تهم كل السودانيين، لا تهم فصيل واحد ولا حركة ولا حتى جهة في السلطة الانتقالية. هنالك من رأى أن مثل هذه القضايا ترحل إلى العهد الديمقراطي مع مرحلة الانتخابات اللي مفترض يسبقها مؤتمر دستوري يحدد هوية السودان، كيف يحكم السودان. نحن لم نشهد هذا المؤتمر حتى الآن، لأنه يمكن عملية الفترة الانتقالية هي على أعتاب الشوط الأول منها، يعني لم تكتمل. فالمسألة بتاعت علمانية الدولة كانت شكلت نوع من العثرات، أيوة العائق. أنا أفتكر إنها هي مسألة يمكن إنجلاءها، لأنه لا يستطيع فصيل واحد أيا كان وزنه أن يغرر في هذه العملية منفردا، يعني صحيح. فهي عملية تخضع إلى في نهاية الأمر، حتى لو تم الاختلاف حولها، السيناريو المتوقع أنها تخضع لاستفتاء شعبي، يعني إنه هل موافقين السودانيين على أنه يحكموا بشكل علماني أم غير. هناك فصائل لديها شعارات تدعو للدولة المدنية، عندها تفسير مختلف عن العلمانية، هنالك من يدعو للدولة الإسلامية، كذا اختلافات. نعم، اختلافات كثيرة جدا. أيضا واحدة من الأمور، تمت تدخلات ودفعت حركة عبد العزيز الحلو للمفاوضات مجددا، يمكن الأسبوع الماضي، وجلس وفوجئنا مرة أخرى بأنه الحركة يعني تستحسن مرة ثانية، وبل كان عندها رأي في القيادة بتاعت الوفد الحكومي يعني. وأيضا دي تم تزليلها باعتبار أنه رئيس الوفد الحكومي المفاوض الفريق حميتي تنازل عن دوره في التفاوض مع الحركة تحديدا. أفتكر أنه كان يجب أن الحركة تمضي في التفاوض يعني، لكن أتوقع أنه تجلس ثانية للتفاوض، وأعتقد أنه ممكن الصورة أقرب. عبد الواحد محمد نور ظل يغرد منفرد يعني، لكن من مزاياه انه كان خاطب الثوره وخاطب شباب الثوره في ذكراها الاولى، وتحدث عن نقاط كثيره جدا. تحدث عن حتى اليوم لديه تصريحات جديده، وقال نحن ما في حوجه لاتفاق مسارات اليوم يعني في احدى الصحف، بل قال انه يعني السودان يواجه ازمات ثانيه وضغط اقتصاديه، والقصه ما قصه تقاسم سلطه وكده يعني. افتكر خطاب كويس، وقال السلام يكون من الداخل، ده حديثه، انه ما المفروض ذاته يكون خارج السودان، يكون داخل. نتوقع مع معناته كان ان شاء الله يكون قريب والانضمام ظل للاسف انه هو ظل يطلق هذه الشعارات وهذه الامور كثيرا، وهي طيبه في مظهرها، لكن ما شفناها عمليا ترجمت مواجهه. نتمنى انه عبد الواحد محمد نور يحقق الكلام اللي قاله ده بوصوله دون مقدمات للخرطوم، وانه يمضي في حتى لو افترضنا انه ما اكتملت هذه او عملية السلام بكل هذا المجموع، انا افتكر انه برضه بتكون خطت الحركات التي استعصمت في حالة بتاعت عزلة، لانه الان السودانيون جميعا على قلب كرجل واحد، الثورة وحدت ما بين الناس، الكل بدا يتلمس الازمة من وين. نحن البلد تعاني ازمات اقتصادية او ازمة اقتصادية طاحنة ومعروفة يعني،
يردها الغيمون على الأمر الآن إلى الحالة المتردية اللي أوصل بها النظام الباي بسياساته الهوجاء، يعني حتى السودان في عزلة دولية صحيح، نتيجة جاءت في أواخر ثلاثين انقسامات سنة. داخلية نعم، وخلافات. يعني ما كنا أبسط حقوقنا من الاقتراض من الصناديق الدولية، التحويلات للسودان فيها مشكلة بسبب صحيح. وضعنا في لائحة الدول الراعية للإرهاب، ده كله من تحت رأس النظام البايد. الآن الحكومة الانتقالية منذ تسلم الدكتور عبد الله حمدوك أولى الملف بتاع العلاقات الخارجية اهتمام كبير جدا، صحيح. وده ظهر في التطور المضطرد اللي حصل في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كله في سبيل أنه يرفع السودان من هذه اللائحة السوداء. وبتحقيق كده أنا أفتكر أنه السودان حيكون منفتح الاستثمارات، إن شاء يمكن الله. السودان يستطيع يستقطب استثمارات كبيرة جدا. السودان بلد ما محتاج كما تعلمين يعني صحيح، زاخر بإمكانياته الكبيرة، ما محتاج لا محتاجين نكون قاعدين دعومات. منتظرين أي دعم. نحن بإمكاننا بما إنه دي الخطوة الأولى وضعنا الأسلحة، يبقى معناه محتاجين نشتغل وننتج الفترة المقبلة، وكل شيء عندنا موجود، محتاجين بس بالتأكيد نركز. يعني يمكن كان في تشتت بسبب الحروبات والمشاكل الموجود هنا وهنا، بين سواء كانت قبلية أو ما بين الحركات. فيما يخص الفترة الانتقالية، برضو جاء الحديث عنها في الاتفاقية، اللي هو بتمديد الفترة ابتداء من يوم الأمس. نعم، يمكن الشاهد انه الثوره السودانيه غدر انها اصطدمت بتحديات كبيره جدا، ثوره الشباب بالرغم من الزخم الكبير، الثوره التي انطلقت يعني يمكن يكون في ديسمبر بين 17 الى 19 ديسمبر في مدن مثل عطبرة مثل الدمازين، مناطق سبقت الخرطوم في الاحتجاجات. بعد يعني وصلت الاحتجاجات دي للخرطوم، وشفنا يمكن دي شهور طويله جدا لحد ما يتحقق التغيير المطلوب. فده كان بيعكس إرادة وتصميم السودانيين وإصرار الثوار والشباب. يعني هذه الثورة سيكتب عنها تاريخ كثير يعني غير مسبوقة، حتى نحن كجيل عايش الفترة بتاعت الحكومة بتاعت النظام البايد وكده لم نكن نتصور إنه يعني يمارس البطش والتنكيل والقبضة الأمنية الحديدية إنه يستميت الشباب في من مواجهته حينهار. بهذه الشهور الطويلة. يعني قدموا فيها دماء رخيصة، قدموا فيها كبيرة عظيمة. عظيمة بكل تأكيد. فواضح إنه يعني السودانيين فاض بهم والكيل تماما يعني حتى يصلوا للمرحلة دي. يعني فأنا أفتكر إنه هذه الثورة الآن محروسة بإرادة الجماهير بنفس الجماهير، رغم الضائقة ورغم الوضع الحالي حالة الشد. وهي الفترات الانتقالية دائما هي فترات بتاعت شد وجذب، صحيح. والآن يمكن يكون في قمته، لكن بوصول هؤلاء الغادة ممثلين ولا غير منكور دورهم كعملية النضال التراكمي، هم من بادر بالنضال بتاع المواجهة في فترة باكرة في بداية الألفينات، ويمكن ده كان ما خلى النظام البايد يمكن مستقر. نعم. لكن الآن على الجميع إنه يعي إنه المرحلة اختلفت الآن، الثورة دي يجب إنه قوتها وإرادتها دي تتحول لطاقات تفجر طاقات كبيرة جدا. لازم السودان يقفز تماما من هذه الكبوة والمحطة اللي هو موجود فيها إلى آفاق جديدة، ونفتكر إنه الفرص موجودة والإشارات والبوادر والإرهاصات كلها موجودة صحيح. وتشير لأنه نحن بلد نتمتع بإمكانات طبيعية مهولة وأراضي زراعية خصبة غير متوفرة لكثير من البلدان الآن. رغم ذلك كنا نستورد الدقيق، شيء مؤسف يعني، صحيح. لكن أعتقد أنه حتى الفواكه والأبسط الأشياء، في حين أنه عندنا الأرض الخصبة خصبة وعندنا كل هاي وكل شيء والمياه موجود. فأنا أفتكر أن موجودة. السودانيين عليهم مواجهة هذه الأمور بشكل جدي، الحكومة الحالية يقع عليها عبء كبير جدا، فهي يجب أنه تسارع. فأرجع للكلام في أنه تمديد الفترة الانتقالية، الفترة الانتقالية مع توقيع الاتفاق في 17 أغسطس الماضي نعم. يمكن دي كانت البداية بتاعت الفترة الانتقالية. يمكن التحديات أجبرت الثوار للتوصل إلى الاتفاق مع الشق أو المكون العسكري، رغم أن الثورة أطلقها الشباب، غير منكور أنهم انحازوا في لحظة ما في ساعة ما لإرادة الجماهير، بل نعم إرادة الجماهير هي من فرضت عليهم القرار، صحيح. لذلك انحازوا للجماهير. بعد الحادثة المأساوية اللي فضل اعتصام، يعني يمكن كان
الكل مفتكر رغم الصدمة الكبيرة، لكن نهض المارد من جديد. يعني كانت 30 يونيو مدهشة، بل كانت يعني صحيح. ثورة غضب حقيقية، يعني تأكد بعد ذلك للكل إنه هذا الشعب لن قادر على فعل ينقاد، المستحيل. نعم نعم لن ينقاد طواعية مرة صحيح، ثانية. فتواضع الكل وجلسوا وتم مهر في الانتظار. الوثيقة. ايوه أنا أعتقد من ذلك التاريخ، طبعا هي كانت 3 سنوات، ودي أقصى مرحلة بتاعت حكومة انتقالية في تاريخ السودان. السودان شهد حقب عسكرية، يمكن 3 حقب عسكرية، في 69، في 58، في 69 نميري، لحد ما أطاحت به ثورة 5 أبريل 85، الآن ديسمبر 19 2000. نعم نفتكر إنه يعني دي هي كلها الفترات دي كانت بتتم سنة، في 85 سوار الذهب نعم عملت والجميل بدون قطع على حديثك انه الان كل الشعب السوداني متابع لكل ما ذكرته. يعني اي فرد مواطن عادي بيستطيع انه يتحدث ويعرف ما يعرف عن السياسه، صحيح. ويعرف عن تحركات مثلا يعني حمدوك في اي دوله، وتناقش مع منه ومنه قابل منه. فدي كل التفاصيل دي عند المواطن البسيط. السوشيال ميديا طبعا وضحت كل صحيح الاشياء وخلت الاخبار تكون قريبه جدا من الكل، والكل عنده اراء ما بين مؤيد وما بين معارض. حنشوف كل الآراء المختلفة دي بعد ما أهديك اللحن القادم ليك ولكل المشاهدين الكرام.
صوتي خاف انا بريد اهلي قلبي جوا العشرة انا بريد بلدي يا انا بريد بلدي بلد ابوي وجدي يا انا بريد بلدي أهلا من جديد. أنا بريد بلدي كله سوداني موجود، يعني شرب من النيل وعاش في السودان، هو بريد بلده بيعمل كل اللي بيقدر عليه عشان تنمية البلد دي، وإن شاء الله نصل كلنا لبر الأمان من الضائقة اللي إحنا كلنا بنعيشها. مرحب بك مرة تانية يا أستاذ يوسف. وتوقيع السلام وأفراح السلام اللي كانت بالأمس واحتفى بها كل السودان وحتى الدول اللي كانت متابعة وراعية للاتفاق دي، ماذا بعد توقيع السلام نتوقع شنو الفترة المقبلة وشو ممكن ينعكس مباشرة على حياة المواطن؟ نعم، هذا المطلوب. يعني نتوقع أنه بوصول قادة الحركات المسلحة ديل بيمثلوا قيمة مضافة للكابينة الحكومة الموجودة حاليا. يعني أنت لو بتلاحظ أنه الحكومة دي في شقها المدني هنالك يعني لو مسائل جدل وموازنات ما بين الجانبين، لكن أعتقد أنه دي إضافة جديدة، قوة جديدة تضاف لها، ده ممكن يساعدها في كثير من خصوصا الملفات الأمنية. لأنه مثلا كانت في شد في الأطراف، يعني الحكومة مع أمرة الأزمة الاقتصادية ينفجر إقليم في أو تنفجر أحداث في دارفور، تنفجر أحداث في الشرق، هاي المسألة دي كان مقلقة ومرهقة يعني لحكومة واجبة الأساسي إنها تسير المرحلة دي لحد صناديق الاقتراع أو الانتخابات المقبلة يعني. لكن في ظل كان حركتها مشلولة الآن، أنا أفتكر إنه الحركات دي لما وهناك بنود في الاتفاقية لدمج القوات بتاعتها في الجيش، وإنها حتكون في قوات مشتركة مع من القوات المسلحة السودانية، يمكن ده بساعد إنها الحركات المعنية بإقليم دارفور مثلا تشارك بصورة أساسية في ويكون من مسؤولية استتباب الأمن في دارفور. أنا بفتكر هي الأدرى وهي الأقرب لأنها تحقق الأمن، طالما إنها هي يوم من الأيام كانت جزء من الصراع في الإقليم الآن تستطيع إنها تقدم. أيضا الفصائل اللي في شرق السودان تستطيع إنها تساهم في استتباب الأمن. ده كله يعني دي من الإيجابيات بتاعت عملية السلام. لما يحصل الاستقرار الأمني ده على الأقل بيخلي الحكومة تلتفت للملفات الثانية بتاعت التنمية والاقتصاد. يعني الناس تشيل الصبر لسه قدامنا كيف؟ والله يا أستاذة الصبر لا يعني بدل. الناس يعني الأمة البسيطة اللي عايزة تأكل وتشرب وعايزة فطور وغدا ولبن وعشاء، التفاصيل دي يعني لازم ننتظر كل السلام يحصل في كل ربوع السودان، ومن بعدها كلنا نلتفت لمرحلة التنمية وفي تدهور واضح جدا يعني في كل حاجة موجودة حولنا، يعني الدولار الجنيه الماشي في انهيار والبنزين الجاز نفس الإشكاليات كلها في معاناة، فنشيل الصبر ولا هنعمل شنو؟ بيكون تأكيد الصبر، لكن حقيقي يعني هنالك ضغوطات كبيرة جدا على كاهل المواطنين، أزمات مستفحلة جدا. لكن لو جيت تشوف للمشهد إنه ما في سكة تاني، ما في رجعة للخلف، بمعنى إنه هو النظام السابق ده هو اللي وصلنا المرحلة دي، لولا إنه إحنا كنا بلغ بين الأمر كده. يعني شوفي انفصال الجنوب وده خطأ سياسي من 2011 بدت حالة الانهيار الاقتصادي ده، النظام كان بيكابر ويقول فليذهب يعني جزء من الوطن، النتيجة إنه ذهب الجزء لحاله ووقعنا إحنا في أزمة كبيرة جدا.
انا افتكر انه الان الفرصه متاحه من خلال الفتره الانتقاليه دي على الاقل لاعاده او وضع البلاد على المسار الصحيح يعني، وانا افتكر انه المساله دي يمكن ان تتم الان التركيز على انه العقبات اللي ما كان نحن الان الحكومه الحاليه صحيح لا تمتلك عصا موسى لفعل شيء بين الفترة عشيه البسيطة وضحاها، نعم كلها سنه يعني ما سهل انه يعني تتم معالجة 30 سنة دمار يعني بكل تأكيد تدهور. بكل تأكيد. شوف الفساد الطاحن، شوف الملفات اللي اتفجرت يعني صحيح. الناس ما كانوا بيتصوروا، النظام كان شغال لمصالح ضيقة مش مصالح صحيح. وطن يعني، مصالح لكن شخصية. انا افتكر لو كسبنا حاجة اليوم كسبنا انه حنكون دولة قانون، دولة عدل، مؤسسات بدون محسوبية بشفافية، نمتلك حريتنا، ده كله جميل، لكن ذاهبين لعظم الموضوع أو عصب الحياة اللي هو الاقتصاد، وده لازم يتحقق والبلد بيه خيره، لكن كده نصل مع حتى خطة الحكومة الحالية اللي واضح إنه ما شتشيل العقوبات اللي كانت واقعة على السودان، بعد العقوبات دي نستطيع إننا إحنا نجذب يعني مثلاً أضرب وخليني أستدعي التجربة المصرية في 2016 صحيح. يمكن تم تعويم الجنيه، أيضا الأوضاع في مصر ما كانت بالمستوى، لكن استطاعت مصر إنها لكن مستقرة نوعا ما لسنوات ماضية لحد ويوم ما كنا قيمة الجنيه السوداني كانت صحيح. هي الأفضل. مصر بعد 2000 لحد قريب يعني ما نعم زمن بعيد لحد وقت قريب كنا أفضل، مش كده؟ الآن مصر تحصلت على 12 مليار مليارات دولار من البنك الدولي من 2016 إلى الآن، مش 4 سنوات أو 4 سنوات دي، هي حاليا الجنيه السوداني 14 مصري استطاعت بفضل ما تحصلت عليه من قروض دولية، أضف لها التحويلات بتاعت المغتربين بتاع البلاد، فيمكن ده حقق لمصر استقرار كبير جدا. نشوف عملتها الآن وين يعني، ده الفريق. نحن هنا في السودان ايضا تحويلات ومدخرات المغتربين ما مستفيدين منها، كل الدول دي بتستفيد لانه النظام البائد نفر المغترب من التعامل مع الدوله. يعني لو كان اساسا في محفزات حقيقيه يعني المغترب ده ما هو ده دولار متحرك حق بلدك، يعني لو انت بتقدم له في خدمه بلده هو ما عنده حته غير بلده يحول دولاره عليها، يعني يحول قروشه عليها، بالتالي انت ازمه النقد الاجنبي عندك تستفيد بتتفك، منه. لكن مش تخلي له السوق الاسود بسعر وتجبره على سعر اخر، ما هو ايوه في اكيد النهايه حيمشي الاسود. حيمشي السعر. فالمسائل دي كتير يعني، انا افتكر انه يعني محتاجين اتخاذ سياسات قرارات بالضبط، اتخاذ قرارات يعني خلي السعر وحد السعر مثلا، قدم محفزات بالمناسبه السودانيين، انا افتكر السودانيين المهاجر ديل يفوقوا ال10 مليون صحيح. يعني أعداد سوداني، كبيرة جدا اعداد كبيره ولسه ومهوله اللي حقوهم أكثر. ولسه الناس ماشيه، أيوه فديل لو قدمت لهم محفزات حقيقيه مش بأساليب الخداع اللي كانت تمارس عليهم في مسائل السكن، واكتشفوا مشروعين ثلاثة انه اتكلت قروشهم في مشروعات قاطعوا أيوه البلد. أيوه نفتكر انك انت يجب الدولة تتجه اليوم باتجاه حقيقي جدا، تشوف شنو الممكن تقدمه اليوم المغترب، عايز شنو يا استاذ يعني، عايز يأسس لعقار او عايز يوفر سيارة لاسرته او لكذا، يعني لو خشيت له بالمداخل دي تستطيع انك صحيح تصرف اموال يعني تستفيد من الحاجه دي، هو مستفيد وانت الاخر مستفيد. بكل تأكيد. قدامي دقيقه او اقل، رساله لكل شخص بيتابعنا الان او نعتبرها هي رساله للشعب السوداني، نقدر نعمل شنو؟ نساعد اكثر في دعم هذه الاتفاقيه. والله يجب انه نوعا انه او جميعا كما تفضلت قبل وتكلمت انه الشعب السوداني تحول لسياسي كله، يعني زمان كانت مقصوره او قاصره السياسه دي على فئات كده، الان هي زول في البيت مهموم ومتابع، نفتكر انه الناس تقرا صح انه الامور ماشيه وين، وانه البلد دي محتاجه ايضا تكاتف ادوار، وانه الناس كلها تكون واعيه بحقوقها، تصحى في انه تقدم، وان الاراده والثوره دي تتحول لفعل وطاقات كده شبابيه، نفجرها في الانتاج، نفجرها في حاجات كثيره جدا ان شاء الله بنتمنى إن شاء ذلك. الله. شكرا لك كثير، شرفتنا اليوم استاذ يوسف سراج الدين رئيس تحرير صحيفه المواكب، نورتنا اليوم وكثير من الاضاءات اللي كانت مهمه جدا انه نعرفها ونقدمها ايضا للمشاهده الكريمه اللي بتابعنا.
برنامج في الموعد على قناة الشروق. بشكر كل من تابعنا وببارك لكم مرة ثانية وثالثة، وإن شاء الله كلنا نعمل مع بعض وننتج مع بعض لتنمية هذه البلاد العظيمة. لحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة، في أمان الله وحفظه.